ايه ابو علياوي، اللي قصت عليك بشرفي. شلون 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 اخذ حقي؟ لازم اخذ حقي. البتلة وتشفي البسها واخذ المسحة واطلع احفر واخذ حقي. يلا بو. هذا ابو علي، ها جاي يحفر. هلا شوف. السلام عليكم. عليكم السلام وهلا. وخر اي والله. هذا ابو علي، ابو علاوي جاي يسوي؟ ايش جاي يسوي؟ جاي احفر. جاي تحفر قبر يا ستار؟ قبر شنو؟ فهمني، جاي تحفر. اريد اخذ حقي. تاخذ حقك من جو القاع؟ وشنو حقك؟ طين؟ والله 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 بالله تصنيف. انا ترى سكتنا هواي، وبعد ما نسكت اخذ حقي. اخذ حقي ابو علاوي على كيفك. وحده وحده، خل افتهم. شنو تاخذ حقك من جو القاع؟ شوف شوف ابو خالد، انت مو من هذا البلد؟ اي طبعا ابن هذا البلد. وبيمن غني هذا البلد؟ بيمن غني؟ اي لك استعين بصديق. بيمن احذف. غني بالنفط. اي اخذ حقي. على شنو تضحك؟ على شنو تضحك ابو خالد؟ على شنو تضحك؟ صديق كذيب يا ابو علاوي، هاي المحطات المليانة. شوف ابو خالد، صار بي ابو صفار من ورا البرد. صرت سعيد عواطة. هو سعيد عواطة من ورا الركض ورا هذاك يبيع نفط. هذه هاي المحطة تبيع نفط. جهالي رسبوا من ورا الكهرباء. لا ما اقدر اشعل لان نفط ماكو. البرميل الواحد يا ابو خالد ب40,000 دينار. شلون ابو علاوي؟ نعم انتظرني. وين؟ ما دام هيك اجيب كرك واجي احفر وياك. سلب نفسك. اوقف، انا اخذ حقي وبعدين انت تاخذ حقك. ماكو فرق. روح. نفط معلاوي. معلاوي جيب الجليكالات. معلاوي عمري.